جو كلاسيكي ارستقراطي شيك جدا يغلب عليه الطابع الايطالي مع لمحه عصريه فيها الازهار والحمضيات والاخشاب، هيخليك تحس انك من الطبقه الراقيه وتسرح بخيالك في الجو الساحر القديم. الحكايه دي هي حكايه عطر شيروتي. اهلا بيكم في حكايه عطر، معاكم عمر نبيل. النهارده هتكلم على واحد من اروع العطور الكلاسيكيه اللي انا بعتبر ان هي مهما مر عليها الزمن هتعتبر اولدز جولد. والعطر ده واحد من العطور اللي ممكن نعتبره الى وقتنا هذا عطر من العطور الكلاسيكيه الجميله جدا، ومهما مر عليها الزمن انا هفضل ان انا استخدمها. عطر شيروتي تم اصداره عام 1990. هنلاقي جنب اسم شيروتي سنه مكتوبه 1881، دي نسبه الى جد نينو شيروتي اللي هو صاحب الدار الايطاليه. جده كان عمل حاجه زي مصنع ملابس بينتج ملابس صوفيه، فالسنه دي اتحطت لان ده كانت السنه اللي تم اصدار فيها المصنع ده. الهدف اللي اتعمل من اجله عطر شيروتي ان هو عايز كده يرجعك للجو الكلاسيكي الجميل، لان هو عطر كده ناعم وجذاب ورومانسي. وحتى فعلا بتلحظ ده فيه ان هو من اول تركيب الزجاجه، يعني لما بنيجي ناخد بالنا من شكل الزجاجه حتى التركيب العطريه بتاعته في كده نعومه وجاذبيه وجو كده رومانسي كده قديم جميل جدا. قبل ما ابدا اتكلم على العطر واشرح لكم الريحه النهائيه اللي بتوصلك هي ايه، يا ريت نعمل لايك للحلقه دي كدعم للبرنامج، والناس اللي ما عملتش سبسكرايب للقناه يا ريت تعمل سبسكرايب لان احنا طبعا بنكبر بالدعم بتاعكم. وحابب ان انا اشكر شركه امورني لان هي الراعي الرسمي للحلقه دي، والناس اللي هي ما تعرفش امورني هي شركه متخصصه في بيع العطور الاوريجينال، والعطر ده هيبقى متوفر التستر بتاعه في المقر الرئيسي في 6 اكتوبر، ودي بنفيت قوية جدا لان انت قبل ما هتشتري العطر هتجربه، وبرضو تقدر ان انت تاخده يعني او تشتريه اونلاين. انا سايب لينك الشركة تحت، لو عجبتك وصف الريحة تقدر ان انت تشتريه اونلاين. تخش على مكونات العطر. العطر بيبدأ بافتتاحية من التوت الاسود واشجار الثرو ولمسات من القرنفل والبرجموت واللافندر. تعالوا كده نجرب الافتتاحية دي ونشوف اللي بيوصل لنا من الاوبننج او الافتتاحية هي ايه. انا اللي وصلني اكتر حاجه في الافتتاحيه دي ريحه خضراء قويه جدا، وده يمكن بسبب هنا نوته اشجار الثرو، يعني فيها تركيز بشكل كبير. يعني انت لما بتيجي بترش العطر ده الانطباع الاولاني اللي هيوصلك هي ريحه خضراء فريش جميله جدا، فيها لمسات من البرجموت واللافندر ظاهر بشكل خفيف جدا، لكن يعني هي تعتبر يعني افتتاحيه خضراء. وطبعا التوت الاسود او اللي هي بيقولوا عليها ساعات العرعر بيضيف لمسه سكريه بسيطه قوي في الافتتاحيه ديت. نخش على بقى مكونات قلب العطر، فبنلاقي نوته الفيتيفر هنا برضو ملحوظه بشكل كويس، والفيتيفر ده اللي هو نجيل الهند، واللي ما يعرفش ريحه الفيتيفر دي فهي بتبقى ريحه عشبيه عامله كده، يعني عامله زي ريحه الاعشاب الترابيه الجافه، ودي كده بتدي كده شياكه في العطر، وانا بحب النوته دي جدا. وهنلاقي برضو في قلب العطر بعض الزهور زي زهر الايلانج وزهره اسمها زهره زنابق الوادي، ودي ممكن يكون ريحتهم عامله زي كده الياسمين شويه او زهر النيرولي، وبيبقى فيها كده النيرولي ده ممكن يكون فيه كده لمحات صابونيه خفيفه جدا، لكن النوتات دي بالنسبه لي مش ملحوظه بشكل كبير. وبنلاقي بقى في قاعده العطر نوتات ملحوظه بشكل كويس قوي، منها نوته المسك انا هنا بلحظها بشكل كويس جدا مع خشب الصندل والسنوبر، والباتشولي برضو ظاهر بشكل كبير في العطر ده ومدي كده خضار للعطر من النوتات الخضراء اللي ظهر بشكل كويس قوي. الريحه بقى اللي بتوصلك في النهايه من عطر شيروتي الكلاسيكي الجميل ده ريحه كده، عارف انت كده ايه، ريحه الاوراق الشجر الخضراء اللي لسه نزل عليها مطر، وريحه حمضيات مع ازهار واخشاب، ولمسه ترابيه خفيفه كده بسبب ايه نوته الفيتيفر اللي عامله شياكه للعطر ده. فالعطر كده انت لما هترشه كده ويبدا كده يهدى ويستقر بتاخد منه النوتات الخضراء مع الحمضيات ممزوجه مع الاخشاب، لكن اكتر حاجه بتشمها فيه اللي هي النوتات الخضراء اللي موجوده في العطر ده. ومع التوليفه الجميله دي بيكون ظاهر لمسات مسكيه نظيفه ظاهره بشكل كويس قوي في عطر شيروتي. الاجواء بقى المناسبه اللي تستخدم فيها العطر ده هي اجواء الصيف والربيع بسبب النوتات الخضراء العشبيه والحمضيات والزهور اللي موجوده فيه. بالنسبه لللبس المناسب لعطر شيروتي، بما ان هو عطر كلاسيكي بيرجعنا كده للزمن الجميل الارستقراطي، فهو الانسب لبس تلبسه مع عطر شيروتي هو اللبس الفورمال، ويميل برضو الى اللبس السيمي فورمال. الاماكن بقى المناسبه اللي تستخدم فيها عطر شيروتي فهي يعني يصلح جدا للقعدات الرومانسيه، قاعد مثلا مع مراتك، هو يعني يميل الى الجو الحميمي جدا،
وممكن كمان اماكن العمل الرسميه المغلقه. السن المناسب اللي يصلح ان هو يستخدم القطر ده من وجهه نظري المتواضعه من 25 وانت طالع. وطبعا كل واحد وشخصيته، عايز يكون سنك اصغر من كده استخدم القطر مفيش اي مشكله، لكن هو عطر كلاسيكي يميل من 25 وانت طالع. نيجي بقى للتقييمات بتاعتنا. الديزاين انا هديله 9 من 10، ديزاين عجبني جدا، ازازه شكلها شيك قوي والزجاج بتاعها مزخرف وعليها 1881 السنه اللي احنا ذكرناها، واوتومايزر بيوزع بشكل كويس قوي زي ما حضراتكم شايفين اهو، حاجه في منتهى الجمال. فانا ديزاين الازازه هياخد 9 من 10. جمال الرائحه، جمال الرائحه انا هديله 9 من 10. بصراحة على المستوى الشخصي الريحة دي بتعجبني جدا، ريحة كلاسيكية جميلة قوي شيك، هي فعلا جسدت الهدف بتاعها أو الحاجة اللي هي عايزة توصلها. العطر بيجيب لك كمان إطراءات كتيرة جدا، خصوصا لما بيكون حد قريب منك هيجيب لك كومبلمنتس كتيرة قوي. والريحة أنا بشوف إن هي يعني بتعجب بنسبة كبيرة قوي 98% من الناس اللي بتشمها. نيجي بقى لثبات العطر، انا ثبات العطر هديله 8 من 10. هو بيقعد على الجلد حوالي 6 ساعات، وعلى الهدوم بيقعد حوالي 8 ساعات. الثبات بتاعه بالنسبة ان هو العطر صيفي فهو كويس قوي وجميل، يعني بتشمه لما حد بيكون قريب منك بيلحظ العطر بشكل كويس وانت كمان بتشمه بشكل ملحوظ. فوحان العطر انا هديله 8 من 10. هو بيقعد من ساعة ونص لساعتين، يعني اول ساعة بيكون ملحوظ بشكل كويس قوي، وهو معمول ان هو ما يبقاش مزعج للي حواليك لان هو ده تارجته، هو عايز الناس اللي هي القريبين منك هي اللي تكون شمة العطر بشكل ملحوظ، لان هو عطر رومانسي كلاسيكي مناسب للجودة. ففوحان العطر انا هديله 8 من 10. اجمالي تقييمي لعطر شيروتي هياخد 8.5 من 10. ريحة جميلة جدا، عكست فعلا الهدف اللي هي عايزة توصله، ريحة كلاسيكية شيك قوي قوي. حابب اي حد جرب عطر شيروتي ياريت يكتب لنا رأيه في كومنت. طبعا اكيد في ناس كتيره يمكن جربته لان هو عطر قديم من 1990، لان انا حابب جدا اسمع راي حضراتكم في العطر ده، لان هو من العطور الجميله عندي اللي مهما مر عليها الزمن انا بفضل اكررها واكررها. واي حد حابب ان هو يعني يشتري العطر فانا سايب لينك امورني تحت الفيديو، وبشكركم جدا على الدعم والمشاهده والتفاعلات الجميله اللي احنا بنعملها مع بعض، واستنوني الحلقه الجايه مع ريفيو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.